السلام عليكم، جمعة مباركة إن شاء الله مقبولة. واليوم نروح نشوف جديد ملعب الراقي، حيث أنه فيه زيارة البارحة تاع الوفد تاع الكاف، واللي يعني أعطى عبر عن رضاه التام عن يعني المستوى تاع التحضيرات تاع الملعب هذا، واللي الحق إلى يعني فيه اندهش من يعني التكنولوجيات اللي طبقت يعني في تخصيب يعني وتحسين الأرضية تاع الميدان، وكذلك في آخر تكنولوجيات التحكم في المداخل والمخارج تاع الملعب، والنظام تاع يعني كل الأنظمة اللي تسير بطريقة أوتوماتيكية وطريقة رقمية في هذا الملعب، يعني آخر تكنولوجيات تاع تسيير الملاعب. وهذا شيء مليح، يعني أول ملعب في إفريقيا يحصل على هذه التكنولوجيات. إذا عبر عن رضاه التام، والآن يعني بصفة رسمية تم تأهيل ملعب براقي. الشيء الثاني هو أنه تمت عملية وضع التخطيط نتاع الميدان، ووضع المرمى، مناطق نتاع المرمى يعني الشبكة تاع حراس المرمى وضعت في الملعب، نفس الشيء كما ملعب تيزي وزو. إذا هذه عملية ثانية اللي تمت البارحة قبل مجيء الوفد نتاع الكاف. يعني شيء جميل. وكذلك تمت زيارة الميدان تاع التدريبات، الستاد ريبليك، اللي هو كذلك لقاوه جاهز 100%، يعني وضع البساط وكل يعني الحائط نتاع الميرد كلوتير تاع الملعب وكذا. تمت كل العملية هذه تاع ما يخص ملعب التدريبات اسمها انتهت. تبقى بعض الأشغال في المحيط الخارجي للملعب، مير دو كلوتير نتاع يعني السياج الخارجي للملعب، وبعض التهيئات في الفضاءات الخارجية. إذا نترككم في رعاية الله وحفظهم، ونخليكم مع بقية الصور نتاع هذا الملعب الرائع. نشوف هنا التخطيط نتاع الميدان يعني جاهز. والسلام عليكم.